نشوف برضو تاريخ مواجهات الأهلي والترجي. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، الأهلي لعب 20 مباراة، فاز في 8 مباريات، تعادل في 8 مباريات، هزيمة في 4 مباريات، له 24 هدف وعليه 19 هدف. الترجي أيضا 20 مباراة، فاز في 4 مباريات، تعادل في 8 مباريات، هزيمة في 8 مباريات، له 19 هدف وعليه 24 هدف. نروح نشوف مع بعض أيضا مباريات نصف النهائي اللي هتكون يوم السبت القادم. الترجي التونسي أمام الأهلي المصري، والوداد المغربي أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا. مباراة الأهلي هتكون الساعة 6، ومباراة الوداد المغربي أمام كايزر تشيفز هتكون الساعة 9. نروح أيضا نشوف مع بعض مشوار الأهلي والترجي. مباراة الأهلي، مشوار الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية. مشوار الأهلي، الأهلي لعب 10 مباريات، فاز في 6 مباريات، تعادل في 3 مباريات، وهزيمة وحيدة في هذه النسخة، له 19 هدف وعليه 6 أهداف، شباك نظيفة في 6 مباريات. الترجي 10 مباريات، فاز في 5 ماتشات، تعادل في 3 مباريات، هزيمة في ماتشين، له 14 هدف وعليه 10 أهداف، شباك نظيفة في 4 مباريات. ده كان مشوار الأهلي والترجي في النسخة الحالية. الاثنين متشابهين إلى حد كبير، ولكن تظل مواجهات الأهلي والترجي ديربي شمال أفريقيا.